طبعاً أنا الحين لابسة عباية فلازم أروح الشغل، لكن عجبتني هذه الشنطة لأنها تشيل، بس also شكلها مرة حلو وبسيطة. This is the trend right now، اللي هي كده shoulder bag وكده slouchy بما اني بروح الدوام الحين بنقل اشيائي كلها وبوريكم قد ايش تشيل. ببدأ بالاشياء الكبيرة، ايباد، دفتر، صراحة عيبها انها مو واقفة مرة، اشياء تكون كلها طويلة، لكن اذا عبيتها بتمسك شكلها اكثر. شوفوا ما توقف، هذا يمكن العيب الوحيد، لكن ميزة الشنطة اللي كذا طايحة انها يعني عكس اللي كذا واقفة انها تشيل اكثر، فهو للاسف لازم نتنازل على بعض الاشياء، لكن انا مره متحمسه لها. فرصه اوريكم الاشياء اللي عندي. عندي عطر جيليان رويال سانتا رويال، يعني شوفوا شوي بيخلص. عندي هذا الجلاس من ميبيلين، بصراحة مرة حلو مرطب، بس شوفوا قد ايش سعره، يعني صيدلية ترى هذا. ايسوب هاند كريم، محفظتي، يعني ستيكر جروح لأنه في جزمة كانت تضايقني وبس. دافية بعد، لذيذة. كمان No? You have to make friends. I'm sorry. It's okay, it's okay. Sit. 7.8. Okay. Mm-hmm.
وشريكتي في الجريمة طلبنا منها فاميليان. كنا بالمرة بس الزحمة عشان الكوب البينك خفنا منها. ففي أنا أخذت لاتي مع شوكولات، وحبيبتي أخذت ماتشا، وأخذنا لامينغتون، وهذا البسكيت شوكولات، وبراونيز مع كراميل. خلينا نفتحها ونشوف. يم يمي، هذه أموت عليها. لامينغتون هي كيكة بعدين شوكولات بعدين يغمسونها في جوز هند.